خليني ابدا مع حضرتك مباشره. مباراه بكره ان شاء الله امام سيراميكا كليوباترا، وكيف ترى هذه المباراه في ظل حاله التوهج اللي بيمر بها سيراميكا كليوباترا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه بندعو بالشفاء للعمري فاروق، ربنا يعومه بالسلامه ان شاء الله ويرجع كده للنادي ولاسرته في اسرع وقت ان شاء الله. ربنا يكمل له الشفاء. الحاجه الثانيه ربنا ينصر اهلنا في غزة، وإن شاء الله النصر جاي بإذن الله تعالى. بالنسبة لسؤال حضرتك، هيبقى بيتبعه أو بيبقى قبله، كان في لغط في الفترة اللي فاتت، واللغط ده يعني لأنه اللي بيجي يتكلم في نواحي بدنية أو نواحي فنية لابد يكون يا إما مر بيها يا إما دارسها يا إما، فلما بيكون كولر لما بيجي يبدا الموسم بتاعه بياخد 20 يوم، في ناس اخذت 10، يعني خدوا شهر. فتره الاعداد يا كابتن في العالم كله لا يمكن تنقص عن 3 اسابيع او 4 اسابيع. النادي الاهلي ما عملش فتره اعداد، صفر 28، انا قلت الكلام ده قبل كده، 28 يوم 4 كان 14 واحد ما كانوش موجودين، وبعدين رجع على المنتخب، وبعدين طبعا فالراجل ما عملش فتره اعداد، واللعيبه جايه من اجازه. صحيح هو كان بيدي لبعض اللاعبين برنامج بيعملوه بعيد عن الكوره، يعني على البحر مثلا، يجري الصبح، يلعب سباحه، يعني ما بقاش ايه راحه سلبيه كامله. يعني ابتدينا في اول مباراه سوبر، وزي ما الراجل قال في المؤتمر الصحفي وانا معاه في 100% قبل ما هو يقول، كنت انا عارف الكلام ده، انت بتبدا بماتش السوبر. طب هل ماتش السوبر الولاد ادوه مش كويس؟ ده لعبوا 45 دقيقة على أعلى مستوى، وفي جول كهربا جابه، وفي ضرب الجزاء، وشفنا الحكم كان يعني الناس كلها كانت الراجل ده مفاعل ليه كده؟ يعني ده ماتش يعني. فطبعا دي جزئية. جزئية تانية طبعا دخلت على الدوري عملت أداء رائع جدا في الماتشين، وفرقتين كبار المصري والإسماعيلي، وبعدين دخلنا على أفريقيا برضو المنتخب خد اللعيبة الماتشين زامبيا وجزائر، واخد من عندك اظن 8 أو 9، الى جانب طبعا معلول والى اخره سافروا. الاداء بره كل مباراه كابتن، كل مباراه بنأديها على اعلى مستوى، وبنوصل للجول بكل الطرق، من يمين للشمال، من العمق، من تسديد، وفي كل مباراه تلاقي يا بنالتي يا هدف ملغي. والمفاجاه واللي انا دايما كنت بقوله ويتقال انه ما فيش مؤامره، لا دي في مؤامره، ومع سبق الاصرار والترصد، لما يكون في 4 ماتشات 3 ماتشات منهم اللي قاعدين على الفار هم واحده من موريشيوس وواحد من المغرب، وبعدين ان الوداد هنا 2-1 ضربتين جزاء وطرد ما تحسبش، وبعدين الماتش اللي فات في الاستاد جايبين الحكم بتاع السنغال اللي حكم لنا السنغال 5-2، هل دي صدفة؟ طب أنا اتفرجت على الوداد وسان داونز في المغرب أول امبارح، الحكم السوداني ده قاعد في المغرب على طول، كل ماتشات الفرق المغربية قاعد هناك على طول، هل دي صدف؟ ما هي الصدف. لكن نرجع لفرقتنا، يعني ما عملش فترة إعداد، وابتدى من الفرق أفريقيا على طول، ما ابتداش دوري، والراجل بيفكر وبيشتغل بمنتهى العلم ومنتهى الثقافة ومنتهى الأمانة، وبيقول للناس وبيخاطب الناس بعقلية الإنسان العادي مش اللي بيشتغل في المهنة دي. بيقول لك أنا ابتديت من فوق، السنة اللي فاتت أنا ابتديت الدوري وبعدين دخلت على أفريقيا. الحاجة التانية مفيش ولا وقت علشان يشتغل. الحاجة التانية أنت بتلعب 3 ماتشات في 6 أيام، سبت 4 سبت، منهم ماتشين بره وماتش في الجونه. النادي الاهلي عمره اشتكى من الموضوع ده؟ ما اشتكاش. ليه؟ لان عارف ان انا مش عايز اعمل مشكله، انا عايز الدوري يكمل وعايز كل الامور تبقى يعني على اعلى مستوى. النادي الاهلي بيقابل في كل مباراه المنافس بيأدي باقصى طاقه عنده.
شفنا سان داونز الماتشين بتوعنا، انت سافرت 10 ساعات ورجعت 10 ساعات، وبعدين انت بتحط سان داونز 90 دقيقة ما راحوش للجول غير واحدة بس بتاعت الشناوي اللي طلعها برجليه. سان داونز اللي كان يعني الكل عمال، واحنا قلنا مع حضرتك هنا قلنا فريق بيلعبوا كورة الحاجات الحلوة وكده وجميلة وكل حاجة، لكن بالنسبة للنادي الأهلي بعيد جدا كبطولات وكأداء وكل حاجة وكأفراد، ومن أول حراسة المرمى التقييم الطبيعي اللي ما فيهوش مبالغة. أنا مش عشان أهلاوي هقول إن أنا أفضل وأنا مش أفضل، لأ أنا أقول أفضل بالورقة والقلم وبالتاريخ وبالأداء والفرص اللي أتيحت لينا والأهداف اللي ضاعت، واحدة في القائم واحدة في العارضة. اللاعب مانا يا كابتن ثلاث كور بشوف سيد رفع الراية. وطبعا كل المحللين الإخوة الحكام اللي بيطلعوا يحللوا بعد يعني شافوا الأداء كان شكله إزاي، وبعدين كان في ضرب جزاء ما حسبهاش، وبعدين كان في عنف وكان في طرد هناك في سان داونز ما حسبوش. يعني كل الأمور دي وانت برضو ما عملتش فترة إعداد وعندك إصابات ما يعني برضو بتتأخر شوية زي عمرو السولية محمود متولي بقى والآخره، فكل الأمور ديت انت دخلت على ماتش المقاولين. ماتش المقاولين المقاولين ما عندوش غير بنطين، ومع ذلك كانوا بيأدوا أداء قوي جدا وفي التحامات قوية جدا، وشوفنا قد إيه أولادنا في الشوط الأولاني المقاولين العرب ما راحش تقريبا اللي قلنا ده معناها إيه؟ ما هو معناها إن أنا يعني ما أنا بلاعب فرقة، ما الفرقة دي عندها لعيبة وعندهم تاريخ وعندهم جهاز فني، فمعنى إن أنا سان داونز في الماتش هنا ما يروحوش لجولنا دي معناها إيه؟ فالراجل بيشتغل بعقلية ناضجة، راجل دايما بيحترم لعيبته وبيحترم تاريخ النادي الأهلي. الماتش بتاع بكرة إن شاء الله أعتقد إنه هو طبعا دارس الفريق كويس وعارف إنه فريق سيراميكا بيعتمد على الأداء الجماعي، بيبدأوا الكرة عادية لكن معظم لعبهم بيلعب على المرتدة، بيستغل رأس الحربة في كرات طويلة تتلعب ما بين السرد باكين تتلعب له، وهو من النوع اللي بيحلق قوي بيلتحم في التحامات بيقدر يلف ويدور بيبقى عامل محطة. فأعتقد يعني أنه كولر دارس الفرقة كويس.